تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله دائما مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعين، دائما الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأفاضل في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي المتألقة. أحب أني أرحب بفريق العمل معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. ودائما مستمعينا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أن نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم المنوعة، نحب أن ننوه أيضا مستمعينا الأفاضل بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك. ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. ودائما نقول بأن التطعيم أمان واطمئنان. أيضا نذكر دائما بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة أيضا بفيروس كورونا. كونوا دائما مستمعين الأفاضل حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين ولبس الكمامة، وخاصة في الأماكن المغلقة، وأيضا غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض وياكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ودائما الفقرة الأولى وهي فقرة الأخبار المحلية والعالمية. اليوم أول خبر تحت عنوان عواقب خطيرة لقلة النوم، وأيضا خفقان القلب وعلامات أخرى تحذر من نقص فيتامين B12. وفقرة السوشيال ميديا مثل ما عودناكم دائما مستمعين الأعزاء، وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة. وفقرة خدمات هيئة الصحة اليوم تحت عنوان التحديات النفسية التي تواجه الأسر في الوقت الراهن. مصطلحنا الطبي لهذا اليوم فقر الدم بسبب نقص الحديد. وفقرة التغذية الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم فقرة صحة المرأة، وتحت عنوان الرعاية الصحية للمرأة ما بعد الولادة. هاي كلها مستمعين الأفاضل فقرات برنامجنا هذا اليوم، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ خبرنا لهذا اليوم مستمعينا الأفاضل عن عواقب خطيرة لقلة النوم. أظهرت الكثير من التجارب والدراسات التي أجرتها كثير من الجامعات مثل جامعة أوهايو الأمريكية أن لقلة النوم عواقب سلبية خطيرة على صحة الإنسان. ويفيد أيضا هذا الموقع من الجامعة أن عدد المشتركين في التجارب زاد عن 30,000 رياضي، وقد حلل أيضا الخبراء بيانات عن تطور حالتهم الصحية، واتضح للباحثين أن معظم الرياضيين اشتكوا من الدوخة وعدم تحمل الضوء والتعب والصداع النصفي بسبب المشاكل أو قلة النوم بشكل طبيعي.
وأيضا من الدراسات مستمعين الأفاضل بخصوص عدم النوم والسهر وقلة النوم وأيضا النوم الغير جيد يقلل من مناعة الجسم. مستمعين الأفاضل بناخذ فقرة السوشيال ميديا وأهم مستجدات السوشيال ميديا على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وكل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالخير والعافية. بداية نحب نأكد على الإجراءات الوقائية المهمة اللي تبع جسدي غسل يدين ولبس الكمامة، وايد مهم هذا الموضوع نحب نأكد عليه في كل مرة نتكلم فيها في الإذاعة. أيضا من ضمن الأشياء كان في قنوات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية كان النصائح حول كيفية نزع الكمامة بالطريقة الصحيحة والآمنة، أيضا ركزنا على غسل اليدين بشكل مستمر. من ضمن الأشياء أيضا اللي كان فيها تفاعل كبير في قنوات التواصل الاجتماعي وهو إعلان تم وضعه في حسابات الهيئة وهو طلب وظائف تعلن هيئة الصحة بدبي عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد وذلك لوظيفة ممرض مقابل مكافأة مالية تصل إلى 8000 درهم شهريا. الموقع في إمارة دبي وعلى الراغبين تقدم مباشرة من خلال بريد إلكتروني hrrecruitment@dha.gov.ae اللي يبون يشوفون يعني السبلينج الصح للإيميل موجود في حسابات قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من الأشياء اللي نحب نأكد عليها طريقة المواعيد لتطبيق PCR test ممكن يأخذها من طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي خدمة الفحص وممكن يشوفون شو أقرب مركز لهم في التطبيق. تقريبا هالأشياء اللي يعني تنحب نأكد عليها قنوات التواصل الاجتماعي وأهم شيء أهم شيء صح حتى لو كانوا مخضين التطعيم لازم الجميع يلتزم بالإجراءات الوقائية ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا لك أختي أسماء الجناحي. ودائما مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي مستمعين الأعزاء مهم جدا الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. وأيضا نحن من خلال برنامج صحة وسعادة تصلنا الكثير من الملاحظات من أفراد المجتمع بخصوص الاستفسار يعني الخاص ب سواء إذا كان هو مصاب بفيروس كورونا أو عنده أي استفسار يخص موضوع فيروس كورونا أو أي استفسارات أخرى صحية أو استشارات طبية. مستمعين الأعزاء بإمكانكم دائما التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي اللي هو 800-342-800-342 هذا هو الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي وبإمكانكم التواصل مع هذا الرقم. وأيضا بيتم يعني تحويلكم على مبادرة طبيب لكل مواطن وبإمكانكم خلال برنامج طبيب لكل مواطن الاستفسار عن كل الأمور الطبية والاستشارات الطبية اللي حابين تعرفونها. بناخذ مستمعين الأعزاء فاصل وبعد الفاصل عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة اليوم تحت عنوان وعنواننا اليوم بنتكلم عن التحديات النفسية التي تواجه الأسر في الوقت الراهن مع الدكتورة أزهار محمد أخصائية نفسية أول كلينيكي تخصص أطفال وأسرة من هيئة الصحة بدبي. خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا في برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS
4006. ودائما نذكركم مستمعين الأفاضل أن بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8 800 3 4 2 800 3 4 2 لأي استفسار سواء خاص بلقاح فايز لقاح كورونا أو استفسارات أخرى أو أيضا للاستشارات الطبية. ننتقل إلى فقرة صحة المرأة ولا اليوم شو عندنا فقرتنا الثانية فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي واليوم تحت عنوان التحديات النفسية التي تواجه الأسر في الوقت الراهن. ومعنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة أزهار محمد أبو علي أخصائي نفسي أول كلينيكي تخصص أطفال وأسرة. دكتورة أزهار صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير ويعطيكم العافية أستاذ عبد الله وأهلا بمستمعينا الكرام. شكرا على الاستضافة. الله يسلمك دكتورة أزهار. الحقيقة يعني اختياركم لهذا الموضوع لهذا العنوان مهم جدا وبالأخص في الوقت الحالي. نعم دكتورة، فنحب الحقيقة يعني تعطينا نتكلم يعني في البداية عن التحديات وأيضا موضوع العلاج النفسي والطب النفسي. هناك طبعا أكيد في فرق دكتورة أزهار، لو تعطينا ما هو الفرق ونتكلم يعني بشكل عام عن التحديات أيضا النفسية في هذا الجانب. شكرا، مشكورة أستاذ عبد الله على هالأسئلة المهمة. طبعا زي ما تفضلت التحديات مهمة في الوقت الحالي خاصة. نعم. فليش ما نبدأ بسنة 2020 طبعا، والحين كانت سنة صعبة في العالم على جميع الأسر والأطفال. طبعا التغييرات اللي صارت بالنسبة للأطفال مهينة زي ما تعرف، ويتطوروا معنا المستمعين أكيد يعرفوا أنه الأطفال فقدوا كثير من الأشياء في السنة اللي فاتت، منها نمط الحياة اختلف عليهم، تغييرات في الدراسة، الدراسة صارت عن بعد، افتقدوا صداقاتهم، افتقدوا زياراتهم للأهل، الأهل صاروا بعضهم يشتغلوا من البيت كمان، فتغيرت الأدوار داخل الأسرة. فالحين الأبحاث، إذا بتتكلم عن الأبحاث بشكل عام في العالم، تقول لنا أنه في دون شك ارتفاع في الأعراض النفسية عند الكبار وعند الأطفال، اللي منها القلق والاكتئاب والخوف الشديد خاصة عند الأطفال. فمن خبرتي أنا الحين لحد الحين طبعا في أهالي استفادوا من هالفترة بشكل إيجابي وبشكل جيد، فشفت أهالي يعني يعطيهم ألف عافية صاروا أقرب من بعض. صحيح. بس الأهالي هذولا اللي كان عندهم أصلا الأساس من أول، اللي هي الصفات اللي تقوي العلاقة من البداية كانت موجودة عندهم من قبل كوفيد، الأهالي اللي تعبوا أكتر هم الأهالي اللي ما كانت عندهم العوامل اللي نسميها عوامل الحماية، زي التواصل، الترابط الأسري، التفاهم. فهذولا تعبوا أكتر شفنا إحنا بعد كوفيد كمان، فظهرت المشاكل بشكل يعني واضح أكتر. طبعا إذا بنتكلم أستاذ عبدالله عن الأطفال بشكل عام، في ناس كثيرة ما يعرفوا على فكرة أن الأطفال يعانوا من مشاكل نفسية واضطرابات نفسية زي الكبار بالضبط. صحيح. حتى البيبيز على فكرة، حتى الرضع يعني، فالأطفال ممكن يعانوا من اضطرابات في المزاج زي الاكتئاب، إحنا نسمع عن الاكتئاب، القلق، الخوف الشديد، المشاكل في الأسرة طبعا تأثر على الطفل. إحنا نفكر الطفل ما يسمع، لكن الطفل يسمع ويفهم ويكون عنده ردة فعل. يعني تخيل حتى الطفل الرضيع يقولوا لو كان يعني موجود في وقت في خلاف يصير عنده، تتولد عنده أعراض من الصغر وتبقى معاه للسن أكبر. فإحنا نشتغل مع يعني عدة أنواع من المشاكل والاضطرابات النفسية عند الأطفال، ومنها ساعات كمان الأعراض اللي تتولد عند الطفل يجون الأهالي بأعراض طبية عضوية لكن ما لها تفسير طبي، فأصلها يكون نفسي. فهذه من الأشياء، بعض الأشياء. أنا بديكم نبذة بسيطة الصراحة اليوم يعني، بس إن شاء الله نكون موجودين مع بعض في حلقات تانية إن شاء الله دكتور. فأنت سألتني سؤال تاني أستاذ عبدالله، إيش الفرق بين الطبيب النفسي والدكتور النفسي؟ صحيح. وهذا السؤال مهم، لأنه عشان نبغى نوعي الأهالي وين يروحوا لما يحتاجوا مساعدة أو يحتاجوا توجيه. أنا دكتورة نفسية اللي نسميه في الإنجليش سايكولوجيست، وزملائي في زملاء أطباء نفسانيين. الفرق الأساسي أنه طبيب الأطفال النفسي عنده خلفية طبية، أوكي؟ فمعناه أنه عنده مؤهلات طبية يشخص ويقيم ويصرف دواء دكتورة، صح؟
أيوة بالضبط، إنه هو عنده الصلاحية إنه يصرف أدوية صحيح. ويقدر يسوي حتى تعرف أنواع معينة من الانفستيجيشنز واللاب والأشياء اللي إحنا ما نسويها السايكولوجيست. نعم، إحنا السايكولوجيست اللي هم الدكاترة النفسانيين أو المعالجين النفسانيين اللي عندهم خلفية الدكتوراه والماجستير في مجال علم النفس، ونقدر نشخص برضو ونقيم، وإحنا عندنا الصلاحية إنه نعطي اختبارات معينة مقننة في حالات معينة. صحيح. فإحنا الوحيدين اللي ممكن نسويها. لكن النقطة اللي أهم اللي أبغى أوصلها للأهالينا اليوم، إنه لازم يعرفوا إيش مؤهلات الطبيب أو الدكتور اللي يروحوا له. يعني زي مجال الطب، مو كل أحد متخصص بكل شيء. يعني أنا دكتورة أطفال نفسية، لكن ماني متخصصة بكل المجالات أو كل التشخيصات. عندي تخصصي وعندي أشياء أنا متدربة فيها أكثر من أشياء ثانية. فأبغاهم يسألوا، دائما اسألوا، لا تروحوا لأحد يمكن يكون متخصص بكل شيء، أوكي؟ وخاصة في عند تخصص الأطفال، لأنه تخصص كثير حساس. فإحنا نكمل بعض زي ما تقول، يعني إحنا والأطباء النفسانيين ساعات نشتغل مع بعض، ساعات أنا أحول عليهم، ساعات هم يحولوا علي. فإحنا زي ما تقول فريق، نكمل بعض في مجال الأطفال. فإن شاء الله جاوبت على أسئلتك يا أستاذ عبد الله. نعم دكتورة إزهار، أكيد يعني جاوبتي، وفعلا يعني ردتش على هذا السؤال، وتوضيحك له جانب مهم. لأن نحن لو دكتورة نرجع لي يعني بداية حديثنا عن موضوع التحديات النفسية والمشاكل اللي تواجه الأسرة، وبالأخص يعني من 20 إلين اليوم، يعني في هناك كثير من الأمور وكثير من المشاكل والتحديات والضغوطات النفسية اللي واجهت، مثل ما تفضلتي دكتورة إزهار، بعض العوائل اللي كان عندها مثلا نوع من هذا ال خلنا نقول صح التعبير، بعض المهارات، انها كانت يعني اسر مترابطه وكذا، يمكن يعني كان التاثير عليها اقل، ولكن البعض كان كثير. النقطه اللي انا بوصلها معاك دكتوره اليوم، هناك كثير من الناس عندهم هاي المشاكل وهاي الاضطرابات النفسيه، بس ما عندهم الجراه ان يوصل للطبيب او ان صح التعبير المرشد النفسي، السايكولوجيست يعني مش السايكاتريست. فنحن اليوم ننصح دكتورة بأن الشخص اللي يحس إذا كان عنده أي ارتباط، أي عفوا يعني مشاكل نفسية، أو يعني يتجه إلى الشخص المعني، ليس للعلاج الدوائي، وإنما هو للنصح والحديث والإرشاد أيضا. بالضبط، هذه نقطة مهمة وأشكرك عليها كثير أستاذ عبدالله، لأنه إحنا نبغى نكسر الحاجز هذا اللي تكلمت عليه. يعني حاجز اللي قلت أنت سميته عدم جرأة أو خوف أو تهوب. صحيح. يعني من فكرة السايكولوجيست أو المرشد النفسي أو المعالج. شوف، في فكرة خاطئة دائما عن المعالجين النفسيين إنه إحنا لازم نروح لهم لما عندنا اضطراب أو أعراض معينة. هذه فكرة غلط على فكرة، يعني خاصة لما نتكلم على الأطفال وحتى الكبار. يعني الطفل، أنا أقول للأهل يسألوني دائما متى لازم نجيب الطفل أو متى لازم نستشير أخصائي نفسي، أقول لهم أي وقت، أي وقت أنتوا عندكم ملاحظات على طفل، على طفلكم، انه خايفين عليه، شفتوا تغييرات، شفتوا اي شيء، يمكن ما في اعراض او تشخيص او اضطراب، لكن في مشكله بادئه تتكون. فاحنا كل ما بدانا ابدر كل ما كانت النتيجه احسن. صحيح، لانه لو ما تدخلنا استاذ عبد الله بدري، ايش يصير؟ المشكله تبدا تتفاقم وتنتقل للمراحل الجايه اللي هي المراهقه. وفي على فكره كثير كبار وصلوا المرحله للاسف من عمر كبير، لكن عشان ما كان في تدخل من الطفولة ولا من المراهقة، المشاكل كبرت والاضطرابات زادت وانتقلت من جيل إلى جيل كمان. صحيح، أنت عارف يعني. نعم، وأيضا دكتورة ممكن يعني المقاطعة، ممكن حتى يكون أن الشخص يعني تأخر أنه يوصل للعلاج، ويمكن حتى يتحول دكتورة من المرشد النفسي، يمكن المرشد النفسي يقول للأسف أن أنت جيتني في وقت متأخر جدا، فلازم أحولك على الطبيب النفسي، لأن أنت تحتاج بعض العلاجات الدوائية، لأن عندك الحالة شوية متقدمة. فنحن دائما ننصح بأن يعني الشخص يتجه إلى المرشد النفسي إذا حس هناك في عنده أي اضطرابات. دكتورة سؤالي أنا، متى الشخص يعني يحس أنه مثلا يحتاج أنه يصير إلى المرشد النفسي ليس إلى الطبيب النفسي؟ هل هناك في أي يعني أعراض، أي أمور ممكن يعني الشخص هذا يحس أنه يحتاج إلى دعم نفسي؟ لا، احنا بنتكلم عن برجع، اذا بنتكلم عن الاطفال وبرجع لك للكبار كمان، بس الاطفال انا برايي ممكن يجي الاهل يجوا في اي وقت اذا عندهم اي ملاحظات. يعني مثلا الطفل مواجه، خلينا نقول مشكله، مثلا مشكله تنمر في المدرسه، خلينا نقول. نعم. او الاهل مثلا في لا سمح الله في انفصال بينهم ويبغوا يهيئوا الاطفال،
في حالة في البيت مثلا حالة مرضية أو حالة وفاة خلينا نقول، فإحنا نبغى يعني نستخدم توجه الوقاية صحيح. أكثر من توجه التدخل، إحنا هذا هدفنا يعني. فكل ما زي ما قلت أول كل ما جو بدري كل ما كان أحسن، فممكن يستشيروا الأخصائي في أي وقت في أي مرحلة. والكبير نفس الشيء، دحين الطبيب النفسي أنا نصيحتي دائما للأهالي الطبيب النفسي للصغار أو الكبار يكون دوره مهم. لما إيش؟ لما يبدأ الطفل أو الكبير يفقد يمكن قدرته على أنه يسوي يعني الأشياء اليومية بطريقة طبيعية صحيح. فيأثر يبدأ يأثر أي نوع من الاضطراب أو الأعراض تبدأ تأثر على يومياته أو مهاراته اليومية أو شغله أو محصول دراسته مثلا إذا كان طفل، أو حتى طريقة تعامله مع الآخرين أو مهاراته الاجتماعية. فلما نشوف تأثير كبير لدرجة أنه الشخص مو قادر يطلع حتى من البيت، يعني في درجات يعني شديدة يمكن من الأعراض تكون موجودة، هنا أنصح بالطبيب النفسي. أو لا سمح الله إذا في زي ما نقول خطر، في خطورة على الطفل، يشكل الطفل أو الكبير خطورة على نفسه أو على غيره، هنا دائما أنصح إلجأوا على طول للطبيب النفسي كمان قبل الدكتور النفسي. صحيح. دكتورة أزهار عندنا دقيقتين ونحابين على السريع نعرف الخدمات اللي تقدمونها في مستشفى لطيفة في هذا الجانب. أكيد طبعا خدماتكم دائما الدكتورة أزهار مميزة، ودائما نسمع اليوم بأن توجه هيئة الصحة ومستشفيات هيئة الصحة اللي هو العلاج الشمولي، دائما الجانب النفسي يعتبر جانب مهم جدا في العلاج المتكامل. فحابين نعرف الخدمات اللي تقدمونها دكتورة أزهار في مستشفى لطيفة في هذا الجانب. شكرا أستاذ عبدالله، يعني فعلا هذا صراحة توجه هيئة الصحة، ونشكر مستشفى لطيفة كمان على دعمهم للخدمات النفسية والشمولية. زي ما قلت احنا في مستشفى لطيفة نقدم نوعين في الخدمة، في العيادة الخارجية اللي هي يجون لها الأهالي، عيادة خارجية للعلاج النفسي للأطفال فقط والأسرة. ففي عندنا استشارات، نقدم استشارات نفسية، نقدم تقييم أو تشخيص للطفل، نقدم تقييم أسري كمان، نقدم أنواع من العلاج اللي هي اللي تكون متخصصة جدا زي علاج الطفل عن طريق اللعب والعلاج الأسري الكلينيكي كمان. نقدم حالات استثنائية كمان خدمات دعم نفسي للأهالي اللي بيمروا فترة صعبة، مثل عندهم تشخيص طفل بمرض مزمن أو لا سمح الله حالة وفاة، فنقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي. ونقدم برضو خدمات للنزلة من الأطفال معانا هنا في المستشفى لما يكونوا بيمروا برحلة صعبة طبية أو بمراحل من المرض تكون صعبة عليهم، فنقدم استشارات للأهالي وللأطفال اللي داخلين عندنا في المستشفى كمان. صحيح. فإن شاء الله نقدم برضو تقييم جماعي، لأنه أنا جزء من قسم التأهيل هنا، فطبعا عندنا فريق متميز جدا. نعم. من تخصصات مختلفة، من العلاج النطق وعلاج الوظيفي العلاج الطبيعي. فساعات في أطفال أستاذ عبدالله زي ما تفضلت محتاجين العلاج الكامل المتكامل، فنسوي تقييم جماعي كمان للطفل اللي هو عنده يمكن أنواع من أنواع التأخر أو أمراض لا سمح الله كمان مزمنة، فمحتاج أشياء كثيرة مش محتاج بس توجه واحد. صحيح. فنقدم له هالخدمة كمان اللي تكون استثنائية لحالة الطفل واحتياجاته. الله يعطيك العافية دكتورة أزهار، ما قصرت الحقيقة، يعني خدمات مميزة وجهود كبيرة، يعطيك ألف عافية. وأنت وأكيد فريق العمل معاك إن شاء الله على هاي الخدمات اللي تقدمونها اللي دائما هدفها سعادة المتعاملين. مستمعينا الأعزاء، كانت معنا الدكتورة أزهار محمد أبو علي، أخصائي نفسي أول كلينيكي بتخصص أطفال وأسرة. كل الشكر والتقدير لك دكتورة. نشكركم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا اليومية، فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي موضوعنا لهذا اليوم، فقرة التغذية مع الأستاذة سامة عبدالله، أخصائي تغذية علاجية في هيئة الصحة بدبي.
الأستاذة سامة صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور أخي عبد الله. الله يحييك. أنا عاد اليوم يعني حاب أني أعرف صراحة شو هو يعني الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. الجوع الحقيقي يعني يوم الواحد يكون يعان ويبقى يأكل، بس الجوع العاطفي ما أعرف. اليوم راح نتطرق له إن شاء الله في موضوعنا لليوم. نعم. طبعا في اختلاف بينهم، هذا شيء أكيد صحيح، وأكيد تمر علينا جملة وأتوقع الكل سمعها اللي هي مو بيوعان بس باكل، أو مثلا اليوم أنا مستانس وباكل كل شيء، أو متضايج وأبغي أكل. صحيح. في البداية راح أعرف شنو هو الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. الجوع الحقيقي هو الجوع اللي نشعر به بعد انقطاع مدة عن الطعام، ونشعر بالرغبة في الأكل للشعور بالشبع والحصول على الطاقة التي يحتاجها الجسم بمجرد الانتهاء من تناول الطعام وامتلاء المعدة، يمكننا التوقف عن الطعام، وعدم الشعور بالذنب بعد انتهاء الأكل، عكس الجوع العاطفي أو الجوع الوهمي. والجوع العاطفي أو الوهمي هو استعمال الطعام لجعلك تشعر بحالة أفضل، وذلك لإشباع رغباتك النفسية والعاطفية بدل من إشباع الجوع الحقيقي. فالجوع العاطفي يعرف على أنه استجابة لمشاعر، سواء كانت المشاعر جيدة أم سيئة. نعم. معناته بعد هذا النوع. نعم تفضلي. معناته الجوع العاطفي يعني الشخص مش دائما يكون في حالة جوع، وإنما هو يمكن يكون اضطراب نفسي ويحتاج إن... نعم صحيح. تفضلي. وطبعا يعد هالنوع من الجوع أحد أسباب التي تؤدي لعدم التزام بحمية غذائية بسبب الضغوطات مثل المشاعر، الحزن، الاكتئاب، الوحدة والملل، وأيضا بعد أحيان السعادة قد تؤدي لهذا النوع من الجوع بمجرد الانتهاء منه نشعر بالذنب والندم. ولكن السؤال هنا أستاذ عبد الله، كيف يمكننا التعرف إن كان ما نشعر به هو جوع حقيقي أو جوع عاطفي؟ نعم هذا مهم. مرات ممكن يكون في اختلاط يعني في المشاعر بين الجوع الحقيقي أيضا والجوع العاطفي. بالضبط. نعم. الجوع العاطفي يأتي فجأة بطريقة غريبة بدون تفكير، بينما الجوع الحقيقي يأتي بالتدريج، بتحس فيه أن أنت شوي جوعان تبغي تاكل. بس الجوع العاطفي أي فجأة من غير تفكير بطريقة غريبة. وأيضا من النقاط المهمة التي يمكن التعرف لنوع الجوع اللي نشعر به هو نوع الطعام. بالعادة الجوع العاطفي يجعلك تتوق لتناول نوع محدد من الطعام، في حالة الجوع الحقيقي أي نوع من الطعام يبدو مناسب لك بما فيه الطعام الصحي والخضروات والفواكه. نعم. بينما الجوع العاطفي ستتوق لأنواع من الطعام وتحديدا الأكل الغير الصحي والحلويات العالية بالسكريات، فالجوع العاطفي عادة سيقودك للأكل بدون وعي، بحيث يمكنك تناول كميات كبيرة بدون أن تعي ذلك أو حتى أن تستمتع بالوجبة، حيث أن في حالة الجوع الحقيقي ستكون مدرك للكميات أكثر وستأخذ حاجتك لا أكثر. نعم. وبالعادة الجوع العاطفي لن يشبعك حتى تمتلئ معدتك، ولكن ستستمر في الأكل حتى تشعر بالشبع المفرط، بينما في حالة الجوع الحقيقي ستبقى تأكل حتى تأخذ احتياجك من الطعام، ويؤدي الجوع العاطفي للإفراط لتناول الطعام وبالتحديد الأطعمة عالية السعرات، مما يؤدي لزيادة الوزن إذا لم يتم السيطرة عليها. صحيح. وأكيد أستاذة سامة يعني أنا أتوقع من خلال شرحك لي أو للفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي، أنا أتوقع إذا يعني لابد أن يكون هناك في نوع من التثقيف، أو يعني إذا الشخص عنده بعض الاضطرابات النفسية لابد أن يتم علاجها، لأن بعد فترة من الزمن إذا تم الموضوع دائما موجود، وموضوع الجوع العاطفي ممكن أيضا تكون له بعض الآثار الجانبية مثل السمنة أو مشاكل أخرى يعني ممكن يعني يصل إليها الشخص إذا استمر موضوع الجوع العاطفي عنده بشكل دائم. بالضبط. هنا راح نتعرف ونحدد محفزات علشان نتجنب هذا النوع من الجوع. أول شيء لازم علينا الحرص على المحافظة على الوجبات الرئيسية الثلاثة، ونتأكد احتوائها على النشويات والبروتينات والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والدهون الصحية. لازم تكون وجباتنا الثلاثة تكون متكاملة صحية، فيها كل الأنواع وتكون مختلفة، ما تكون كمية معينة من نوع واحد من الأكل، ولازم نشرب كميات كافية من الماء، وأيضا أخذ ساعات كافية من النوم لتأثير النوم على هرمونات الجسم والحالة المزاجية للشخص، وأيضا عدم توفير أو شراء الأطعمة المرغوبة في وقت الأكل العاطفي وتعويضها بتوفير البدائل الصحية
وممارسة الرياضة ساعة على الأقل يوميا لأنها تزيد إفراز هرمونات السعادة. نعم. وأيضا نقطة أخيرة، ويعد الشعور والضغط النفسي من مسببات الجوع العاطفي، وعلميا الضغط النفسي خاصة إذا كان مزمنا يعمل على إفراز هرمونات الكورتيزول التي تزيد من الجوع والحاجة إلى الطعام المالح والحلو. وفي النهاية أن التغلب على الجوع العاطفي أو الوهمي ليس بالأمر السهل، ولكن يحتاج لإرادة والثبات وإيجاد طرق بديلة لتفريغ الطاقة السلبية. ودمتم سالمين. الله يبارك فيك، يعطيك العافية الأستاذة سامة عبد الله أخصائية تغذية علاجية، وشكرا لك على التوضيح أيضا الجميل بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. شكرا جزيلا. ننتقل مستمعينا الأفاضل من فقرة التغذية إلى فقرة صحة المرأة اليوم تحت عنوان الرعاية الصحية للمرأة ما بعد الولادة. ومعنا اليوم الدكتورة، ونتشرف اليوم مع الدكتورة أمة الملك إسحاق أخصائي طب أسرة وأيضا استشاري رضاعة طبيعية في مستشفى لطيفة. أتوقع دكتورة صباح الخير. صباح النور والسرور، حياكم الله. شكرا على استضافتكم لي في برنامجكم. أنا في إدارة الرعاية الصحية في مركز ند الحمر الصحي. مركز ند الحمر الصحي، نعتذر دكتورة. الله يحييك ونتشرف وجودك معنا اليوم وحديثنا عن الرعاية الصحية للمرأة. دكتورة، طبعا الرعاية الصحية أولية أو قطاع الرعاية الصحية الأولية، خدماتكم الحقيقة يعني مميزة في جميع التخصصات، وهناك اهتمام كبير جدا في موضوع صحة المرأة وأيضا صحة الطفل، وكل الشكر والتقدير لكم الحقيقة على هاي الخدمات المميزة والجميلة. دكتورة، حابين نعرف المقصود بالرعاية الصحية لفترة، يعني هو عنواننا ما قبل الولادة، وعندنا أيضا سؤال آخر ما بعد الولادة، لو توضحين لهذا الجانب. حياكم الله. الرعاية الصحية ما قبل الولادة المعنى منها هي متابعة المرأة الحامل للتأكد من صحتها وصحة الجنين خلال فترة الحمل. عادة تبدأ هاي الرعاية، يفضل أنها تبدأ قبل ما فترة الحمل أو من بعد ما تفكر المرأة أنها تحمل. ننصح المرأة في هذه الفترة أنها تأخذ حبوب حمض الفوليك اللي هي تمنع التشوهات الخلقية في العمود الفقري. وبالنسبة لنا نحن في العيادات الخارجية نبدأ متابعتها من بعد 10 أسابيع من الحمل خلال هالفترة، وهذه بما يتوافق مع التوصيات الطبية العالمية. خلال هالفترة يكون في اختبارات فحص مخبرية وكذلك سريرية، والتي تشمل أيضا التصوير الموجات الصوتية. طبعا تشمل في فترة الرعاية ما قبل الولادة تقسم إلى 3 فترات، اللي هو الثلث الأول من الحمل والثلث الثاني من الحمل والثلث الأخير من الحمل. في الزيارة الأولى تقوم طبيبة العائلة أو طبيبة النساء والولادة بتحديد موعد الولادة مع المرأة، تحدث مع المرأة عن التغذية، النشاط البدني والعمل، شكاوي الحمل الشائعة مثل الغثيان اللي يحدث بالصباح الباكر وحرقة المعدة وألام الظهر. كذلك تتحدث مع الأم عن أشياء يجب تجنبها مثل التدخين، بعض الأطعمة لضررها على الحمل، وبعض الأدوية حسب حالتها الصحية، وبعض المواد الكيميائية. كذلك نناقش الأم ونكشف تاريخها الصحي العام سواء للأم أو للعائلة من ناحية الزوج والزوجة، ومن خلالها يتم تحديد ما إذا كانت تصنف الحمل المرأة في هالمرحلة كعالي الخطورة، متوسط أو منخفض الخطورة، وكل تصنيف له طريقة أو متابعة بطريقة مختلفة. نتأكد أن الطفل ينمو بشكل جيد ونراقب نموه. يتحدث مع الأم، نتحدث معها عن فترة ما بعد الولادة في فترة الحمل. في كل زيارة نوه الأم على أهمية الرضاعة الطبيعية ونساعدها كيف أنها تتمكن من بداية، البداية تكون شوية ممكن صعبة في الرضاعة الطبيعية، وبالإضافة أن بعد الولادة بيكون في متابعات عملية في الرضاعة الطبيعية. يجرى نفس ما قلنا فحوصات للأم والطفل لمعرفة الظروف الصحية في بداية الحمل وبداية الزيارة ومع كل زيارة. وطبعا في الشهور الأخيرة نتحدث مع الأم على إمكانية وضع خطة مخاض
وكذلك على طبيعة الولادة وشو ممكن تكون حال الولادة وكيف الخطة اللي بتمشيها، سواء كانت تحب تكون ولادة مستخدم مسكنات الألم اللي نسميها ولادة بدون ألم، أو شو تفضل تكون طبيعة الولادة، ونوضح لها اللي هي كيف ما تكون أعراض الولادة وشو اللي بتمر فيه الأم. هاي خفف شوي من توتر الأم خاصة إذا كانت لأول مرة. نعم طبعا دكتورة أما، دائما المتابعات الدورية حسب ما أعرفها أنا، هناك في طبعا متابعات دورية قد تكون شهرية أو كل 3 أسابيع أو كل أسبوعين، دائما الهدف منها هو يعني مثل ما تفضلتي أنت أن للمتابعة الدورية لمعرفة صحة الجنين وأيضا صحة الأم. طبعا هناك دكتورة ممكن خلال 9 شهور تتعرض الأم أو يتعرض الطفل لبعض المشاكل الصحية. حابين نعرف منك دكتورة أكثر، يعني هناك أكيد في تنسيق بين مراكز الرعاية الصحية الأولية وأيضا المستشفيات، مثلا مستشفى لطيفة أو مستشفى دبي، عندهم بعض التخصصات اللي يكون فيها نوع من التنسيق والمتابعة معكم. كيف يكون التنسيق دكتورة في حال إذا تم اكتشاف شيء معين، مشكلة معينة للجنين أثناء فترة الحمل؟ تمام. بالنسبة للرعاية الصحية الأولية، الغالبية العظمى من الأمهات والحمد لله يكونون في حسب الخطورة، أن الخطورة المنخفضة أو المتوسطة. نعم. في مرحلة الخطورة المنخفضة والمتوسطة هذه المتابعة تقوم عن طريق الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية المنتشرة في إمارة دبي. فنحن نتابعهم في كل مرحلة من الزيارة حسب إذا كانت في الأول، خلنا نقول إن إذا كانت الأم خطورتها منخفضة، نعم، هني حسب عمر الجنين تكون فترة المتابعة. فمثلا في الشهور الأولى تكون تقريبا كل 4 أسابيع، وبعدين في كل 2 أسابيع، بعد في الشهور الأولى إلين 28 أسبوع كل 4 أسابيع تكون متابعتها في الزيارة في الطبيب المراكز الصحية. بعدين من كل 2 إلى 3 أسابيع إلين توصل أسبوع 36، وبعد كذي كل 2 أسبوع إلين ما تصل للولادة. فنحن تقريبا في المراكز الصحية الأولية نتابع الأم إلى أن تصل إلى 35 أسبوع تقريبا، فكل 4 أسابيع تقريبا إلى 3 أسابيع حسب خطورتها نحن نتابعها. في حال اكتشفنا أن لا سمح الله تحتاج إلى رعاية في المستشفيات أو متابعة في المستشفيات، نحولها حسب الخطورة، سواء تحويل مباشر إلى الطوارئ أو تحويل خلال 2 أسبوع أو تحويل خلال 4 أسابيع حسب خطورة الوضع الصحي لها وللجنين. في فحوصات معينة نحن نجريها عشان نعرف إن شو وضعية الأم أو الجنين أو حسب الخطورة اللي يحتاجونها. هذه في كل زيارة تحصل، منها فحص ضغط الدم، إن في كل زيارة يتم فحص ضغط الدم الأم عشان نحدد سواء كانت طبيعي أو لا سمح الله معرضة لما يسمى بالحالة الخطيرة تسمى تسمم الحمل. يتم فحص وزن الأم للتأكد هل هي عندها وزن زائد من قبل الولادة أو حصل لها وزن زائد في فترة الولادة، وهني ممكن نضع لها خطة تغذية مناسبة. كذلك عزكم الله فحص البول للتأكد من وجود الزلال أو السكر في البول، وأيضا مرض السكري يتم التحقق منه سواء في بداية الحمل في حال كانت الأم لها إصابة سابقة بسكر الحمل، أو من تحمل تاريخ مرض السكري في العائلة. ولكل الأمهات أو كل الحوامل يتم فحصهم بمرض السكر الحمل في الفترة ما بين 24 إلى 32 أسبوع في الحمل للتأكد من إصابتهم أو لا. صحيح. وهي دكتورة بعد أيضا الحقيقة أنت تكلمتي عن جوانب كثيرة، يعني أنا الحقيقة من خلال سماعي لك لحديثك عن هذا الموضوع أحس أن هناك يعني الزيارات الدورية للحامل للمراكز الرعاية الصحية الأولية مهمة جدا، لأن من خلال الزيارة هاي ممكن أن يتم اكتشاف بعض الأمور، وممكن أن أيضا يتم حلها في وقت يعني أولي، وبحيث أن تكون أيضا نتائج العلاج إيجابية أكثر. صحيح، أتفق معك أن الكشف المبكر والمتابعة الدورية من بداية نفس ما قلنا من بعد الأسبوع 10 مهمة جدا عشان لتقصي الحالات اللي تحتاج التدخل المبكر.
نعم دكتورة أما، عندنا دقيقتين وحابين الحقيقة إذا في أي نصيحة تحبين توجهينها للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل أو ما قبل الحمل، شو الإجراءات وشو النصائح اللي تحبين تقدمينها لهم؟ تمام. في أمور أخرى بعد ما تحدثنا عنها اللي هي الموجات الصوتية. أنا أنصح كل أم أنها مجرد ما أنها فكرت تحمل، التفكير في الحمل في البداية من قبل ما يحصل الحمل مهم جدا. نفس ما قلنا الاكتساب، تتأكد أنها هي عندها الوزن الصحي المناسب. إذا كانت عندها مشاكل صحية تراجع الطبيب المعالج للتأكد أن هاي المشاكل الصحية في وضعها الطبيعي. تاخذ موعد بحيث تتابع مع عن الحمل بشكل مبكر افضل. ايضا هناك عندنا الموجات الصوتيه، نحن ننصح بثلاث مرات او ثلاث زيارات مهمه للموجات الصوتيه في الثلث الاول، في الثلث الثاني والثلث الاخير. طبعا اهم فحص هو الثلث الثاني اللي هو الكشف، تقييم التشوهات الجنينيه وتشوهات المشيمة غير الطبيعية. أيضا هناك بعض اللقاحات التي يوصى بها خلال فترة الحمل عالميا اليوم، مثل لقاح الإنفلونزا التي ممكن تأخذ الحامل خلال موسم الإنفلونزا. كذلك لقاح السعال الديكي ممكن تأخذ الحمل من ما بين الأسبوع 27 و36 من الحمل. نعم دكتورة أمة الملك إسحاق، أخصائي طب أسرة واستشاري أيضا رضاعة طبيعية وحاملة للزمالة في الطفولة والأمومة من مركز ند الحمر الصحي. دكتورة شكرا لك الحقيقة، شكرا لخدماتكم المميزة أنت وفريق العمل، ويعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية وشكرا على استضافتكم وشكرا للمستمعين. شكرا مستمعين الأعزاء، ومن فقرة صحة المرأة وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وأخ مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.